ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة احنا كنا اتفقنا بقالنا كام فيديو ان احنا المنتجات الرخيصة اللي جودتها عالية هنجيبها وهنستخدمها. اتسألت على هايلايتر يكون جودته كويسة ويكون ثابت وما يكونش باودر، يكون كريمي شوية عشان يبقى ثابت على البشرة ويكون درجته كويسة. سمعت كتير قوي عن هايلايتر سارة، استخدمته كذا مرة لنفسي ولغيري ولقيته حلو قوي قوي قوي. سعره حلو، براند مصري، سعره اعتقد من 80 ل 100 جنيه. انا لما جبته كان ب 80، بس الكلام ده مثلا كان من حوالي شهرين، معرفش دلوقتي بكام. بس هو مش هيعدي 100 جنيه، يعني هي براند مصرية وفيها حاجات كتير كويسة، وعندهم كمان هايلايتر ليكويد بس انا لسه ما استخدمتوش. بس الحقيقة ده كان عليه ريفيوهات كتير كويسة، فقلت اجيبه واجربه واشوفه واقول لكم عليه. لقيته حلو قوي، لونه كمان حلو، بيليق على معظم درجات البشرة. اول ما بيتحط على الاماكن اللي بتحط عليها الهايلايتر بتلاقيها يعني بيلاقيه ناعم جدا وبيندمج بسرعة مع البشرة، مش بيبقى مش يعني مش باودر بتحطيه، اول ما بتحطيه على البشرة كأن انت بتحطي كريم وبتوزعيه. سهل جدا في توزيعه، ما فيهوش جليتر. حلو قوي الحقيقة، يعني بالنسبة لسعره فعلا ممتاز ممتاز ممتاز. فانا قلت اقول لكم عليه، هعمل لكم منه سواتش دلوقتي. بصوا، هي بيبقى فيه هنا سبونشة بس طبعا ملهاش اي لازمة، شلتها يعني اهي، ده اهو. الدرجة بتاعته حلوة اهي، حلوة لانها بتليق على يعني من بيضة لحد قمحوية او اغمق سنة هتليق عليكي اهي. بصوا البيجمنت بتاعه عالي 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 جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بحطه في جميع اماكن الاضاءه، ممتاز ممتاز اهو، بيجمنتيشن جدا يا جماعه والله، ممتاز بالنسبه لسعره. لو انت عايزه تثبتيه اكتر ورايحه مشوار وعندك اي مثبت ممكن تحطيه وبعد كده تحطيه عليه، بس انا جربته من غير مثبت، شايفه ان هو ممتاز بالنسبه لسعره، ممتاز يستاهل على فكره اللي انتوا تجيبوه وتجربوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم قولولي عشان نعمل ريفيوهات عن منتجات تانية تكون برضو رخيصه وكويسه ومنتجات مصريه نقدر ان احنا نشتريها. أشوفكوا على خير إن شاء الله، باي باي.